بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طلاب الأعزاء، طلاب الصف الرابع، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في درس جديد من دروس اللغة العربية والخاص بمهارة الإملاء، وهو الهمزة المتوسطة على الياء غير المنقوطة. أهداف الدرس: يتوقع من الطالب في نهاية هذا الدرس أن يقرأ كلمات تحوي همزة متوسطة على الياء قراءة سليمة، يستنتج حالات كتابة الهمزة المتوسطة على الياء، يكتب كلمات تحوي همزة متوسطة على الياء كتابة صحيحة. انظروا أعزائي الطلاب إلى هذه الصور، ماذا نرى في الصورة الأولى؟ أحسنتم، مئذنة. وماذا نسمي الحاصل على المركز الأول في المسابقة؟ أحسنتم، الفائز. وماذا يسمى هذا الحيوان؟ نعم، ذئب. دعونا نتهجئ الكلمات بشكل صحيح: مئذنة، الفائز، ذئب. إذن ما الحرف المشترك في الكلمات السابقة؟ رائع، الحرف المشترك هو الهمزة. انظروا أعزائي الطلاب، ما موقع الهمزة في الكلمات السابقة؟ أحسنتم، في وسط الكلمة. ولو نظرنا إلى الكلمات، ما اسم الحرف الذي كتبت عليه الهمزة؟ أحسنتم، الياء. إذن سندرس اليوم الهمزة المتوسطة على الياء، فهيا بنا في رحلة جديدة وممتعة. ولكن أعزائي، دعونا نسترجع ما درسناه سابقاً. وفق بين الحركة في العمود الأول وما يناسبها من العمود الثاني. ما الحرف الذي يناسب الفتحة؟ أحسنتم، الألف، مثل سأل. وما الحرف الذي يناسب الكسرة؟ رائع، الياء، مثل رئيس. إذن درسنا اليوم هو الهمزة المتوسطة على الياء غير المنقوطة، فهيا معا في رحلة جديدة. استمع معي عزيزي الطالب إلى قراءة هذه الفقرة. حينما سئل خالد كيف حصلت على جائزة التميز؟ أجاب: لقد أكرمني الله بها بعد أن قررت أن أكون مبادرا، فلا أنتظر مشرفا يناديني للدخول ولا معلما يسألني أين الواجب. لقد شئت أن أكافئ والدي ومعلمي بدرجاتي العالية، وأن أكون مهذبا ونظيفا وحريصا بألا أخطئ بحق أحد، وأجعل الجميع يفتخرون بي. كيف حصل خالد على جائزة التميز؟ أحسنتم أبنائي، بتوفيق الله ثم بالجد والاجتهاد وعدم تأجيل الدروس، وإنما دراستها أولا بأول، كما أنه كان حريصا على أن يسعد قلب والديه ومعلميه بتفوقه. دعونا نستخرج الكلمات التي تحتوي على الهمزة المتوسطة على الياء. أحسنتم، سئل، جائزة، شئت. دعونا نقرأ الجملة. سئل خالد كيف حصلت على جائزة التميز؟ ما الكلمة التي تحوي همزة متوسطة على ياء؟ أحسنتم، كلمة سئل وكذلك كلمة جائزة. دعونا نعيد نطق الكلمة الأولى: سئل، سئل. أين كتبت الهمزة المتوسطة؟ رائع، على ياء أو نبرة. لماذا كتبت على الياء؟ حتى نستطيع كتابة الهمزة بشكل صحيح، لابد أن نتهجأ الكلمة ونحدد حركة الهمزة وما قبلها: سو، إي، لا. أحسنتم، ما حركة الحرف الذي يسبقها؟ نعم، الضمة. وما حركة الهمزة؟ أحسنتم، الكسرة. وما الحرف الذي يناسب الكسرة؟ رائع، الياء. ماذا نستنتج؟ نستنتج أنه تكتب الهمزة المتوسطة على الياء إذا كانت حركة الهمزة مكسورة، مهما كانت حركة الحرف الذي قبلها. وكذلك كلمة جائزة،
دعونا نتهجأ الكلمة. جائزة، ما حركة الحرف الذي قبل الهمزة؟ رائع، الألف حرف مد وحرف المد ساكن. وما حركة الهمزة؟ أحسنتم، الكسرة. وإذا كانت الهمزة المتوسطة مكسورة فإنها تكتب على ياء. إذن نستنتج أن الهمزة المتوسطة تكتب على الياء إذا كانت حركة الهمزة مكسورة مهما كانت حركة الحرف الذي قبلها. وهذه هي الحالة الأولى لكتابة الهمزة المتوسطة على الياء. لنرى معا هذه الجملة. قال خالد: لقد شئت أن أكافئ والدي. ما الكلمة التي تحوي همزة متوسطة على ياء؟ أحسنتم، كلمة شئت. دعونا نتهجأ الكلمة لنعرف لماذا كتبت الهمزة على الياء. شئت، ما حركة الهمزة؟ نعم، السكون. وما حركة الحرف الذي قبلها؟ أحسنتم، حرف الشين قبل الهمزة، حركته الكسرة. ماذا نستنتج؟ رائع، نستنتج أنه إذا كان ما قبل الهمزة مكسوراً مهما كانت حركة الهمزة فإنها تكتب على الياء. وأيضاً أعزائي انظروا معي، ماذا نرى في هذه الصورة؟ نعم، رئة. دعونا نعيد نطق الكلمة. رئة، ما حركة الهمزة؟ أحسنتم، الفتحة. وما حركة الحرف الذي قبل الهمزة؟ أقصد حرف الراء. نعم، الكسرة. والكسرة كما قلنا يناسبها حرف الياء، فكتبت الهمزة على الياء. إذن ماذا نستنتج؟ رائعون، نستنتج أن الهمزة المتوسطة تكتب على الياء إذا كانت حركة الحرف السابق للهمزة مكسورا مهما كانت حركة الهمزة. وهذه هي الحالة الثانية. الآن طلابي الأعزاء، دعونا نقرأ الجملة الآتية. المحافظة على البيئة مسؤوليتنا جميعا. ما الكلمة التي تحوي همزة متوسطة على ياء؟ أحسنتم، كلمة البيئة. هل الهمزة أو ما قبلها حركته الكسرة؟ دعونا نتهجأ كلمة البيئة لنرى. البيئة، لا يوجد كسرة، فالياء ساكنة والهمزة مفتوحة. فلماذا كتبت الهمزة على الياء؟ أبنائي، هذه هي الحالة الثالثة لكتابة الهمزة، وهنا لا ننظر إلى الحركة وإنما ننظر إلى الحرف الذي قبل الهمزة. فإذا سبقت الهمزة بياء ساكنة والهمزة متحركة فتكتب الهمزة على ياء، أو كما نقول على نبرة. إذن نستنتج من هنا أن الهمزة المتوسطة إذا كانت متحركة وسبقت بياء ساكنة فإنها تكتب على الياء. هيا معا أعزائي الطلاب نستنتج قاعدة اليوم، وهي الهمزة المتوسطة. ترسم الهمزة في وسط الكلمة على ياء غير منقوطة وتسمى همزة متوسطة، مثل سئل، جائزة، شئت. تكتب الهمزة المتوسطة على ياء في الحالات الآتية: إذا كانت حركة الهمزة مكسورة مهما كانت حركة الحرف الذي قبلها، مثل سئل. وإذا كانت حركة الحرف السابق للهمزة مكسورة مهما كانت حركة الهمزة، مثل شئت. وإذا كانت الهمزة متحركة وقبلها ياء ساكنة، مثل بيئة. هيا أحبائي نركب حروف كل كلمة مما يلي مراعين الكتابة الإملائية الصحيحة. ها هي الحروف أمامك: لا إي من. لاحظ حركة الهمزة، الهمزة مكسورة والحرف السابق لها حرف مفتوح، وقلنا الكسرة يناسبها الياء. إذن كيف ستكتب الهمزة؟ أحسنتم، ستكتب الهمزة على ياء لأن الهمزة مكسورة. هيا نقرأ الكلمة: لئيم.
تأمل عزيزي أيضا الحروف أمامك. أو نب بي أو كم. الهمزة هنا مضمومة والحرف السابق لها أحسنتم مكسور، والكسرة يناسبها الياء. إذن كيف ستكتب الهمزة؟ أحسنتم، ستكتب الهمزة على ياء لأن ما قبل الهمزة جاء مكسورا. هيا نقرأ الكلمة. أنبئكم. الآن عزيزي الطالب افتح كتابك المدرسي على الصفحة 91 لنقرأ التدريب ونحدد المطلوب منه. املأ الفراغات الآتية بكلمات فيها همزة مكتوبة على ياء غير منقوطة مستفيدا من الحروف المقابلة لها. إذن المطلوب هو أن نملأ الفراغ في الجملتين ألف جيم بكلمات بها همزة مكتوبة على ياء غير منقوطة مستفيدين من الحروف المقابلة لها. لنرى الجملة الأولى. ألف وردت قصة ابني آدم في صورة فراغ. ها هي الحروف أمامك. لاحظ حركة الهمزة. الهمزة مكسورة والحرف السابق لها حرف ساكن والكسرة يناسبها الياء. إذن كيف ستكتب الهمزة؟ أحسنتم، ستكتب الهمزة على ياء. هيا نقرأ الكلمة ونقوم بكتابتها. المائدة. ننتقل للجملة جيم. أما الجملة باء ستكون الإجابة عنها في الحصة القادمة. نعود إلى قراءة الجملة. فاز عبد الله بفراغ في مسابقة القراءة. ها هي الحروف أمامك. لاحظ حركة الهمزة. الهمزة مكسورة والحرف السابق لها حرف ساكن والكسرة أقوى والكسرة يناسبها الياء. إذن كيف ستكتب الهمزة؟ أحسنتم، ستكتب الهمزة على ياء. هيا نقرأ الكلمة ونقوم بكتابتها. جائزة. بارك الله فيكم طلابي. عزيزي الطالب، نريد أن نعبر عن هذه الصور بجمل تحتوي على كلمات بها همزة متوسطة على ياء غير منقوطة. لننظر إلى الصورة الأولى. ماذا نشاهد هنا؟ نعم، إنه طفل نائم. إذا أردنا أن نعبر عن هذه الصورة بجملة، فماذا نقول؟ رائع، هذا الطفل نائم. لاحظوا معي كلمة نائم. لماذا كتبت الهمزة هنا على ياء غير منقوطة؟ أحسنتم، لأن الهمزة مكسورة. ننتقل للصورة الثانية. ماذا نرى فيها؟ نعم، إنها صورة بئر. وما البئر المباركة التي ورد ذكرها في القرآن الكريم؟ أحسنتم، إنها بئر زمزم. إذا أردنا أن نعبر عنها بجملة فماذا نقول؟ رائعون، بئر زمزم من الآبار المباركة. الآن افتح كتابك عزيزي الطالب على الصفحة 91 لنقرأ التدريب الثاني ونحدد المطلوب منه. اكتب كلمات فيها همزة على ياء غير منقوطة قياسا على الكلمات في العمود الأول في الجدول الآتي. إذن المطلوب هو أن نأتي بكلمات بها همزة متوسطة على ياء غير منقوطة قياسا على الكلمات في العمود الأول في الجدول. معنى كلمة قياسا أي نأتي بكلمات تحوي همزة متوسطة على الياء على وزن الكلمات السابقة. موائد، جريئة. أما الكلمتين شاطئ، يطفئ سنجيب عنهما في الحصة القادمة. هيا نقرأ الكلمة الأولى. موائد. هذه الكلمة تدل على الجمع، مفردها مائدة. دعونا ننظر إلى حركة الهمزة. أحسنتم، مكسورة وما قبل الهمزة حرف مد ساكن. إذن المطلوب هو أن نأتي بكلمتين تدلان على الجمع بهما همزة متوسطة مكسورة وما قبلها ألف ساكنة. أحسنتم، نقول فوائد، شوائب.
ننتقل للكلمة الثانية، جريئة. ما الذي سبق الهمزة؟ أحسنتم، حرف الياء الساكنة، والهمزة إذا سبقت بياء ساكنة تكتب على ياء. إذن نريد كلمات تحتوي على ياء ساكنة وبعدها همزة، فما الكلمات المناسبة؟ رائعون، بريئة، مليئة. والآن طلابي نلخص ما درسناه اليوم. تكتب الهمزة المتوسطة على الياء إذا كانت حركة الهمزة مكسورة مهما كانت حركة الحرف الذي قبلها، مثل جائزة. وإذا كانت حركة الحرف السابق للهمزة مكسورة مهما كانت حركة الهمزة، مثل بئر. وإذا كانت الهمزة متحركة وقبلها ياء ساكنة، مثل البيئة. والآن عزيزي الطالب أحضر دفترك وقلمك، سأملي عليك بعض الكلمات، قم بكتابتها بمفردك. هيا نبدأ. رديئة، رديئة. سائل، سائل. سئم، سئم. يلتئم، يلتئم. فئة، فئة. هل انتهيت؟ حسناً، سأقوم بعرض الكلمات لتتأكد من صحة كتابتها. أحسنتم، كتابة رائعة، بارك الله فيكم. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية درسنا لهذا اليوم، آمل أن تكونوا قد استفدتم، وإلى اللقاء في الجزء الثاني من درس الهمزة على الياء.